بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في بداية هذا البرنامج شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. سيكون معنا ضيفي هذا البرنامج الدائم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تلبيته الدعوة لهذا البرنامج. أهلا ومرحبا الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، هذا الكتاب كتاب المنتقى للإمام المجد، لعلكم بداية ومع بداية هذه الحلقات تحدثونا عن هذا الكتاب وأيضا هذا الباب، باب أحاديث الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فموضوع كتاب منتقى الأخبار هو في أحاديث الأحكام التي دلت على أحكام الفقه في جميع أبوابه، بداية من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار. هو تمشى مع مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، بحيث لم يترك مسألة من مسائل المذهب تقريبا إلا وذكر دليلها من الأحاديث، ثم يبين درجة الحديث. فهو كتاب يحتوي على أدلة المذهب الحنبلي من السنة النبوية، وهو كتاب حافل ومفيد جدا، يجمع بين الفقه في تراجمه وبين أدلة الفقه في كل مسألة تقريبا. فهو كتاب جيد ومفيد، إلا أنه لم يشرح أو لم يصل إلينا له شرح غير شرح الإمام الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. هو شرح يعتمد على شيئين: أولا بيان درجة الحديث وتخريجه من كتب السنة، وثانيا فقه الحديث في الغالب، يذكر فقه الحديث في الغالب مع إيراد الخلاف في المسألة إذا كان فيها خلاف. وكثيرا ما يرجح ما يراه راجحا في المسألة. هذا هو موضوع المنتقى إجمالا، وموضوع شرح المنتقى الذي هو نيل الأوطار. نعم. قبل أن نبدأ بقراءة الأحاديث في هذا الباب في كتاب الصيام، فضيلة الشيخ، استقبال شهر رمضان، نرجو من فضيلتكم الحديث عن الهدي النبوي في استقبال شهر رمضان. نعم، شهر رمضان شهر عظيم مبارك، فرض الله صيامه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، ويقول: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. فصيامه فرض، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في حديث جبريل
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهو صيامه أحد أركان الإسلام، وأما قيام ليله فهو سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، بل صلى بأصحابه صلاة التراويح ليالي من رمضان ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم. فيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وهذه الليلة في رمضان بالإجماع هي من ليالي رمضان، إلا أنها لم تتعين في أي ليلة منه، من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي الشهر ليحوز على قيام رمضان، ويحوز زيادة على ذلك على قيام ليلة القدر. قد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهي في هذا الشهر، لكن لم يتحدد أي ليلة هي، وذلك من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي الشهر ليجمع بين قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فيحصل على الموعودين الكريمين، وهو مغفرة الذنوب. فهذا شهر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر يجب على المسلم أن يستغله في طاعة الله بصيامه وقيامه والمسارعة إلى الخيرات فيه، من تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والصدقة وإطعام الطعام وغير ذلك. فكل أوقاته من ساعاته ودقائقه وثوانيه كلها مباركة، ومن ما شرعه الله وفرضه في هذا الشهر صيام أيامه، لمن كان حاضرا كان مقيما صحيحا فإنه يصومه أداء، ومن كان مريضا أو مسافرا وأفطر في مرضه أو في سفره فإنه يقضي ما أفطره من أيام أخرى. فلا بد من صيامه إما أداء وإما قضاء على من يستطيع، ومن لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء ومعه عقله وفكره فإنه يقدم عن كل يوم فدية طعام مسكين، كما قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهي مقدار كيلو ونصف تقريبا من الطعام، من البر، من الشعير، من التمر، حسب ما يوكل في البلد. فهذا الشهر منحة من الله عز وجل لهذه الأمة، وهو موسم عظيم لمغفرة السيئات ورفعة الدرجات لمن وفقه الله لاغتنامه وقواه على قيامه وصيامه والتقرب إليه فيه. ينبغي للمسلم أن يرتبط بقدوم هذا الشهر، وأن يستقبله بالبشر والنشاط، ولا يستقبله بالفتور والكسل أو الاستثقال له، بل يستقبله بالبشر والسرور والنشاط. فهو شهر العمل وليس شهر الكسل والنوم والخمول كما يظنه بعض الناس الذين يفرطون في أعمارهم ويفرطون في مواسم الخير تمر عليهم كغيرها لا قيمة لها عندهم. نعم، بارك الله فيكم على ما بينتم وقدمتم في استهلال هذا الشهر الفضيل.
أيها الإخوة والأخوات، سجل هذا اللقاء زميل مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.